وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومعنا الشيخ محمود الهمشري العالم والقارئ الجليل. مرحبا يا عم الشيخ محمود. مرحبا بك يا عم. توقفنا في الحلقة الماضية عن رسالة للمدخن ورسالة للغاضب وأنه يفطر على خبيث، فيا ترى هل سيأخذ ثواب الصيام وهو يفطر على الخبيث؟ ورسالة لي واحد اثنين ثلاثة أربعة أنها حرام لأن الله يقول كذا وكذا، وحرام لأن الله رسوله يقول كذا وكذا، وحرام لأنها خبيثة والله حرم الخبائث كذا وكذا. نعم. ورسالة خاصة لي افرض مت عليها. نعم. وأنت تشربها كذا، يا ترى سالة سوء خاتمة أو حسن خاتمة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا يقول ربنا عز وجل في كتابه العزيز: ورحمتي وسعت كل شيء. بس أكتبها لمن بقى؟ نعم، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. أي أولا يتقون ويؤتون الزكاة ويؤمن بهذا القرآن إيمانا يقينيا، يعني ما ياخدش حاجة ويسيب حاجة. الله يفتح عليك. نعم، ده توافق هوايا. نعم. انما دي لا، الله يفتح عليك، لا ما تزكيش، ازكي ايه؟ فلوس تنقص. نعم. وبعدين كمان الذين يتبعون الرسول النبي الامي. هؤلاء، يعني شوف ربنا عز وجل يصفهم في القران الكريم: يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه. ماذا يفعل هذا الرسول الكريم؟ يامرهم بالمعروف. الله. وبعدين وينهاهم عن المنكر صلى الله عليه وسلم. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حريص علينا وأولى بنا من أنفسنا. والدخان منكر. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول النبي أولى بالمؤمنين من إيه؟ أنفسهم. من أنفسهم. يعني اللي يؤلمك يؤلم النبي صلى الله عليه وسلم، واللي يفرحك يفرح، واللي يفرحك يفرح. الله يفتح عليك. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا المنكر سيؤدي به إلى غضب الله عز وجل وإلى نار والعياذ بالله. فمن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وعليك أنت أخي المدخن من حرصه صلى الله عليه وسلم عليك، يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهنا نقف وقفة نسأل فيها: لو وضعنا أو أتينا بهذه الخبائث ووضعناها أو بالتدخين خاصة، ده هنا في واحد بعيد بيقول لك إيه ده حرام بنحرقه حلال بنشربه. لا، هؤلاء يعني فأصبح ديننا بناخده من الأفلام والمسلسلات. نعم. خيبة الله عليه. وللأسف. فاهم حضرتك؟ نعم. ويحرم عليهم الخبائث، يقول أنا مش خبيث، أنا بشربها عادي وبقالي 100 سنة بشربها ما حصليش حاجة. أقول له إيه ده؟ أقول له: تخيل نفسك أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أكنت تخرج هذا الشيء من جيبك وتقدمه للحبيب صلى الله عليه وسلم، أو تعزم عليه زي ما أنت بتعمل مع صاحبك؟ أليس فيها قتل بطل النفس؟ أكيد. وربنا عز وجل خاطبنا وأمرنا في القرآن: ولا تقتلوا أنفسكم. ليه يا رب تأمرنا بهذا الأمر بألا نقتل أنفسنا؟ إن الله كان بكم رحيما. تخيل رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء وهو رحيم بنا، فلما أكون أنا أعذب نفسي في الدنيا وأكون أمام غضب الله عز وجل؟ أليس فيها تبذير؟ نعم، وفيها تبذير وفيها إسراف وفيها يعني إهلاك للنفس وإهلاك والله للمال. يقول في قرآنه والله عز نعم والله ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. لو الوقت الشيخ جبريل
او الشيخ محمود او اي حد مسك كده 10 جنيه وجاب العود الكبير وقعد يحرق فيها، هتقولوا عليه ايه؟ كلمة عليا الكل يعرفها كريزي مجنون، ايه الراجل المجنون ده؟ طب انت يا بعيد، ما انت انت بتحرق جسمك حته حته، هنقول عليك ايه بقى؟ ملحوس ولا هنقول عليه؟ لا احنا يعني ندعو الله عز وجل، الحمد لله عافانا، الحمد لله الذي عافانا. وبعدين انا في لاخر لحظه ولاخر نفس، انا في منهجي في الدعوه الى الله عز وجل يعني اميل الى الرفق اكثر من العنف، ولكن العنف لابد ان يكون موجود، لان الانسان نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا وقال علموا اولادكم الصلاه وهم ابناء 7 سنين. كثير من الناس يفهمون هذا الحديث خطا، واضربوهم عليها وهم ابناء 10 سنين. فالمتشددون او الذي لا يفهم دينه جيدا، جيب العصايه، نعم يعني جيب العصايه ولازم اكسره، لا الضرب هنا ضرب نكره، نعم فضرب حتى ان ضرب بتحريم المصروف ده ضرب، نعم الله يفتح عليك ده ضرب، حاضر يا بابا اصلي، نعم لحد ما يحب الصلاه بعد كده يبقى ايه يعتاد عليها بحبه، نعم فتح الله جميل لك. ربنا يفتح لي، بارك الله فضل القرآن عليك عظيم، نعم وعلينا جميعا ولله الحمد. طيب ما هو فضله العم الشيخ محمود الهمشري؟ وأولا يعني فضل القرآن، ربنا عز وجل حينما يعني يمن على أحد الناس بحفظ القرآن فهذا شيء عظيم ومنة ومنحة من الله عز وجل، ما بعدها منا ولا منحة. ومن أوتي القرآن وظن أن غيره أفضل منه فقد عظم ما حقر الله وحقر ما عظمه الله. فالقرآن ربنا عز وجل قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. أنا عاوز معاني جميلة لهذه الآية. نعم، وحينما سئلت أو سألت أم المؤمنين عائشة أو سئلت رضي الله عنها عن هذه الآية قالت فأما السابق بالخيرات فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وأما المقتصد فهم صحابته من حوله صلى الله عليه وسلم، وأما الظالم لنفسي فأنا وأنت. قالت للسائل، شوف تقول عن نفسها وأما الظالم لنفسه فأنا وأنت. وانظر إلى أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، أم المؤمنين عائشة تقول عن نفسها ذلك، فما بالنا نحن. إذن نسأل الله أن يكون يعني سابقنا سابق ده معدي، نعم، ومقتصدنا ناجٍ، نعم، والسابق والظالم لنفسه مغفور له، نعم. نسأل الله أن نكون بإذن منهم. الله نسأل الله, الله أن نكون منهم ذلك يعني. طيب لازم نسمع بآيتين بقى، يبقى جمعنا بالعلم والقرآن، نسمع آيتين كده بما تحب. حاضر، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما شاء الله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك مقاما محمودا. ما شاء الله ما شاء الله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. جميل، ما شاء الله ما شاء الله. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. آمين آمين آمين. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ما شاء الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ما شاء الله ما شاء الله. وننزل من القرآن ما شفاء ورحمة للمؤمنين هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. ما شاء الله، أداء معبر وأحكام متقنة. بارك الله فيك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله. عزكم الله. بفرح جدا لما يكون ربنا جمع لإنسان قرآن يتلى كما يحب ربنا ويرضى، ثم علم يكون نافعا له. فإذا كان نافعا له كان نافعا لغيره. الله يفتح عليك. لأنه أثر فيه أولا فيؤثر في غيره. بارك. فأحسبك كذلك. عزكم الله. ولا أزكي على الله أحدا. بارك الله. الشيخ محمود خرج خارج الإقليم؟ لا والله لم يعني يمن الله عز وجل على أدينا إن شاء الله. الله عز وجل بإذن الله. ربنا يكرمك يا شيخ محمود. طيب وأنت تصلي بالناس في رمضان أكيد. نعم. بجزء. نعم. ما رأيك في من يفتح المصحف من قرائنا في التراويح وهو المفروض قارئ إذاعة تلفزيون؟ أقول له إيه؟ هو يعني ورأينا كثيرا من هؤلاء. نعم. الأولى أن يقرأ من حفظه، لأن الإنسان إذا قرأ من حفظه يعني عبر وأحس بآيات القرآن الكريم. لا هو بيقول لك أنا حافظ بس النظر في المصحف عبادة. لا ليس في هذا المقام. أقول له وبتليه متفلسف. نعم. حتى يخرج من هذا المأزق. أقول له يعني هي يعني ندعو الله. أنت مش حافظ يا أخوي. لا أنت مش حافظ. يعني ندعو الله عز وجل له يعني بأن يمن عليه بأن يتقن الحفظ حتى ولو يعني معاه النهار كاملا يراجع الجزء الذي سيصلي به، يراجعه جيدا وحتى يصلي به النوافل في هذا اليوم، فيعني يكون بذلك هذا أدعى إلى أن يصلي من حفظه، فهو يعني أفضل
ويعني للقارئ نفسه يعود عليه وعلى وعلى الذي يصلي يعود عليه بالنفع يعود عليه بالوقار والسكينة. مش محمود ان العالم عندما يكون القرآن معه كالماء او كالفاتحة نعم يزيد من ثقله كعالم اكيد. طيب نرى الان خطباء وانت طبعا احنا يعني زي ما بيقولوا احنا في جوه نعم. الشبكة هناك كثير من الخطباء لا يتقنون حتى الفاتحة بإحكامها التجويدية أليس كذلك؟ نعم. طيب نحاسب من؟ وأولا الحساب عليه هو أولا الحساب عليه ومن لأنه يقدمه؟ لأنه سوف يسأل بين يدي الله عز وجل. طيب فرضا خلاص هو راجل في القبلة وفي الخطاب هل عيب الواحد يطلب أن يتعلم؟ لا طبعا إنما العلم بالتعلم. طيب أقول له إيه هذا الرجل الذي ابتلاه الله بهذا المقام ده بلوى. نعم اللي ما يكون اهلا لها تبقى بلوى اكيد. صح كده اكيد. اقول له ايه واقول له سيبها وامشي وروح شوف لك شغله ثانيه. والله ولو ما فيش مجال غير ذلك يعني لابد ان يذهب الى شيخ متقن وما فيش عيب انه يتعلم حتى لو كبير فيذهب الى شيخ متقن ويعيد عليه تلاوه القران ودراسه الاحكام من اول وجديد. يعني الذي يتقدم الى القبله خطيبا لابد ان يكون اهلا لها اولا يمثل الازهر ثم يمثل الاوقاف مش كده ولا طبعا فلا بد ان يكون اهلا لذلك في السي في بتاعته بقى اللي يعرف ايه لان هو بياخد قبول الناس او عدم قبولهم مباشره اليس كذلك؟ طبعا اكيد. طيب اقول له ايه هذا الرجل يعني هو صعبان عليا. وأولا لابد أن يعني يراقب الله عز وجل ويتقي الله في هذا المقام هو مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما يقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا كنت أفعل ذلك أو أفعل كذا وكذا فتأتي الملائكة الكرام تصدهم عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هو ما عندوش وقت يخبط ركعتين والخطبتين وروح شوف شغلة تانية عشان مرتبه لا يكفي. نعم ده على فكرة أنا بقول لك دي مشاكل في حياتنا. فنحلوها ازاي؟ خليك في مشاكلك وروح اشتغل وسيبك من الامامه لانك لست اهلا لها. من يقول له ذلك؟ يقول المسؤول واهله التخصص في هذا المجال. المسؤول مش فاضي ولا في دماغه فاذا فيبقى الجمهور هو اللي يقول له بقى. مش كده برضه؟ الجمهور هو اللي ينقلب عليه حينها. طب رساله لاهل العلم في بلادنا واهل القران ورسالة لأهل العلم وأهل القرآن خاصة في زماننا أو في أيامنا هذه. نعم أقول لهم يعني فليخلص كل منا عمله لله عز وجل فكل منا موقوف وكل منا مسؤول أمام وقفوهم. الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون. وأنت أخي العالم وأخي القارئ أنت ثغرة من ثغور الإسلام. أيوة فلا يؤتين الإسلام من قبلك. ما حدش يجي يقول والله ده أنا بكره الإسلام بسبب هذا الشخص. كن سلوكا طيبا يوافق دينك. نعم الله يفتح عليك. فإخلاص العالم وإخلاص القارئ وقراءته كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم من إذا سمعتموه قال عن قارئ القرآن من إذا سمعتموه يقرأ القرآن حسبتموه يخشى الله فلنكن كذلك. اللهم ارزقنا خشيتك. نعم آمين يا خشيتك. رب فإن فعل كل منا ذلك وكل منا ذو خطأ نحن لسنا معصومون من الخطأ ولكن يعني الإخلاص والمبادرة بمراجعة كتاب الله عز وجل ودروس العلم ويعني دراسة سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وفي حياته وفي سلوكياته وفي أخلاقه فنتأسى به فنكون بذلك يعني الكلام معك لا يمل. بارك الله فيك. ربنا يكرمك ويحفظك لك نحن معددين بوقت معين فسمحنا. أعزكم الله إن شاء الله أن يبارك فيكم وعليكم وينفع بكم. آمين يا رب. وجعلنا وإياكم وأهل القرآن وأهل العلم كالغيث. آمين يا رب. أينما وقع نفع. نعم الله يبارك فيك. اللهم اجعلنا كذلك. جزاكم الله خير. نشكر باسمكم فضيل الشيخ محمود الهمشري جزاكم الله كل خير وجزاك الله كل خير. حفظك الله يا مشكور. ونراكم على خير مع الله عالم آخر وضيف آخر إن شاء الله. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وإنه لتنزيل رب العالمين.
نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي